والله يعني كابتن رئيس بقاله فترة يمكن من أكثر من سنة ونص كان وجه بحصر المنتجات وقطع الغيار اللي بتستوردها مصر من الخارج، ودي طبعا قيمة فاتورة الاستيراد في قطع الغيار والمنتجات اللي يمكن تصنيعها محلية كبيرة جدا جدا. فكان في توجيه يعني على أعلى مستوى من السيد الرئيس إن يتم توجيه خطة البحوث والتطوير والابتكار في الجامعات والمراكز البحثية إنها تشتغل على هذه المنتجات بحيث نقلل من قيمة الفاتورة الاستيرادية من حاجات يمكن تصنعها محليا. من سنة ونص تقريبا وبدأنا نشتغل عليه، كل جهة حسب يعني الأهداف اللي أنشأت من أجلها وحسب خطتها. بدأنا نشتغل على هذا الموضوع، وفي يعني التعاون ما بين المراكز البحثية وبعض المؤسسات الصناعية بهدف تصنيع كثير من المنتجات اللي يتم استيرادها من الخارج، وهي منتجات يمكن بسهولة تصنعها محليا. بسهولة طبعا. أيوه. حاجات كثيرة جدا يعني مش عايز أقول لحضرتك، نسبة كبيرة جدا من هذه اللي يمكن تصنعها محليا. ما تديني أمثلة يا دكتور محمود كده عشان تبقى الناس معنا في الصورة. يعني هقول لحضرتك مثال بسيط وغريب. الدرافيل الصلب اللي بتستخدم في المطاحن. مصر أكبر بلد يعني تقريبا، يعني طبعا زي ما كنا عارفين مستورد للقمح، وبالتالي هي أكبر بلد مستهلك، وبالتالي هي أكبر بلد بتشتغل على صناعة القمح وصناعة رغيف الخبز. تمام. المطاحن الدرافيل الصلب بتاعتها دي حاجة ضخمة جدا، هيوش بطريقة غير عادية. احنا بنستوردها. أيوه. يمكن تصنعها محليا في معهد بحوث الفلزات، بل وتم تصنعها قبل كده وتوقف معرفش ليه يعني. ده نموذج. قطع الغيار، المعدات الزراعية كلها يمكن تصنعها محليا. عندنا يعني صناعة السباكة والمعادن متقدمة جدا. هو كل ما في الأمر التشبيك والإلزام طبعا والتوجيه، إن كل واحد طالما في منتج محلي متوفر ويمكن تصنيعه محليا يبقى جرم إن احنا نستورده. يعني دي نماذج لحاجات قائمة بالفعل يمكن تصنعها. أنا دكتور محمود معلش استحملني واعذرني. تحت أمرك. أنا مستغربة جدا، أنا مستغربة جدا حضرتك بتقولي على حاجات بنستوردها نقدر نوفر منها العملة الصعبة ونصنعها في مصر ونشغل ناس وتبقى صناعة مصرية ونقلل فاتورة الاستيراد. يعني إيه الحاجات دي جاهزة ويعني إيه ما يتمش تنفيذها؟ شوفي هقول لحضرتك يمكن بس أنا هسيبك تكمل برضو عندنا إيه تاني عشان أنا عايزة أتضايق أكتر. يعني ضايقني أكتر. هو سؤال اعتراضي صعب بس أنا هقول لحضرتك. اتفضل. يمكن العامل المحدد إحنا السوق المحلي احتياجاته قد إيه؟ ما هو برضه خلينا نبقى واقعيين يعني شوية. لو أنا مثلا هعمل خط إنتاج واستثمارات عشان احتياجات السوق المحلي فقط، ربما يكون ده مش كفاية أو مش مربح بما فيه الكفاية، ويبقى الأمر محتاج فتح أبواب للتصدير إلى آخره. لكن خلينا نقول إن احنا دلوقتي مركزين على الصناعات اللي فيها قيمة مضافة عالية جدا جدا، يعني مثلا الأجهزة الطبية. ده مجال مصر تقدر تعمل فيه حاجات كبيرة جدا، وجربنا ونجحنا في حاجات. يعني عندنا نموذج ناجح لشركة ستارت أبس لمجموعة من الشباب خريجي هندسة طبية بجامعة القاهرة، دلوقتي بيصنعوا أجهزة غرف العناية المركزة وبيصدروها للخارج، وصنعوا جهاز التنفس الصناعي، كل ده الحمد لله بدعم من الأكاديمية. فبقى عندنا منتج يعني صنع في مصر في زمن قياسي نتيجة لهذا التوجيه. أصل هي إرادة بالدرجة الأولى يعني. بقى عندنا منتج موجود في السوق معتمد من الاتحاد الأوروبي بيتم تصديره للخارج، في أجهزة طبية اللي أنا يعني محتاجة قيمة مضافة. أنا مش رافضة فقه الأولويات. لكن يعني طالما أقدر أوفر عملة صعبة وشغل ناس وأجيد في المسألة الداخلية وصل لمسألة تصدير، هي ما هي ليه لا؟ هو بالضبط ممكن، ونبتدي بحاجات بسيطة في الأول وحاجات سهلة وحاجات متاحة. ده نموذج يعني حصل فيه.
نموذج تاني برضو بيشتغلنا عليه كويس ومع وزارة الزراعة وناجح، اللي هو برضو ده كان توجيه يعني للحكومة، اللي هو إنتاج التقاوي محليا. احنا كنا بنستورد تقاوي الخضر من الخارج ودي مكلفة جدا جدا، يعني احنا مصر أكبر يعني منتج للخضروات في المنطقة، فالتقاوي دي كنا بنستوردها من دول أخرى. نعم. حاليا بيتم إنتاجها محليا، ودي صناعة مهمة جدا جدا. نعم. لأن انت عارف حضرتك يعني إنتاج الغذاء بيبتدي من الأول من إنتاج التقاوي محليا. صحيح. ودي برضو من الصناعات المتقدمة جدا واللي مصر بتقدر تعمل فيها حاجات كويسة جدا. كلمنا بقى على الصناعات، الصناعة التعليم